أرض ورد، وأكيد في عنا نبتة كتير مهضومة رح نحكي عنها اليوم ونشوف شو قصة التكنولوجيا. صحيح؟ مع كبرى. صباح الخير. صباح الخير غادة. تكنولوجيا والنباتات. تكنولوجيا ونباتات، تكنولوجيا وطبيعة. كنا بلشنا حكينا الأسبوع الماضي وحبيت أنه أقدم لكم نماذج عن بعض المنتوجات اللي هي بتجمع هالعالمين مع بعضهم. أبليكيشنز كتار صاروا موجودين على التليفونات تبولنا، التليفونات الذكية مثل ما منسميهم، وواحدة منهم هي أنه كيف نقدر عن بعد نهتم بنباتاتنا ونعرف شو حاجاتهم عبر تطبيقات أو أبليكيشنز موجودين على تليفوناتنا. الأسبوع الماضي نزلنا ابلكيشن يلي هي الباروت، وراح فرجيكم كيف بتشتغل لانه الاسبوع الماضي نزلناها وحطيناها بالانتوريوم مثل ما انتم شايفين. هي بحاجه ل هون مثل هيدا البلوتوث يلي موجود بقلب البلانت، بقلب النبته، يلي بنوصله على الابلكيشن يلي عندي اياها هون. وراح بلش فرجيكم كيف بنفوت عليها لحتى نشوف شو المعلومات يلي بتجمع او بتعطينا اياها هالابلكيشن. هون عندي الفلاور باور مثل ما قلنا، هي وايرلس مونيتورينج للنباتات تبعولنا. بنفوت على الانتوريوم يلي حطيناها، عم بتبلش تعطيني المعلومات يلي بدي اياها، وبتشوفوا تحت في عندي يعني اذا عطشانه، اذا ناقصه فيتامين، اذا ناقصه فيتامين، اذا ناقصه ضوء، كل هالاشياء هيدي. هون في عندي هلا صرت بدي اجيب بلانت. اوكي، عم تعمل سينكرونايزيشن مع البلانت مشي حالها، وبتشوفوا اول شيء اذا عم تشوف التمبرتشر بيقول لي اوكي، او الحراره هي اوكي. نحن حطيناها بقلب النبته ب 18 شهر، 18 شباط، بفرجيكي حتى الجراف كيف عم بتروح الحراره بين ليل ونهار وبين الايام يلي كانت مشوبه. بتتذكروا كان في نهار كان مشوبه كثير، بتشوفوا وين الحراره عتيت، وبهالايام كيف عم تكون الحراره. هدول التقلبات بين ليل ونهار، واليوم شوب اذا ملاحظين، امبارح كمان، اليوم اشوب، و لحديد هون عندي الحراره بس اوكي لحديد هلا منا مشتكيه من هالتغيرات. اذا بنشوف مثلا المغذيات، بتشوفي على المغذيات في عندي الخط يلي هو جالس، بتشوفي بعد منا ب تقريبا 6 ايام نزل الخط وكمان بعده جالس. عم تاخذ المغذيات يلي موجوده ولكن نقص يلي موجود، وبعدها اوكي الليفل او قديش كمية المغذيات بعده منيح. كمان بالنسبة للمي، لنرجع لأول نهار حطيناها كان فيها مي، نزلت كمية المي بس تصارت قليلة، رجعت سقيتها ب 23 شهر بتعلى، بتفرجيكي كيف، وهلا عم تبلش توطى وبعدها اوكي. هلا هي منا بحاجة لمي، بركي بكرة بس تنزل بعد شوي بتوقع انه رح تقلي بدها مي. هلا بالنسبه للضوء، بتشوفي هون كمان بالجراف بيعطيني قديش الضوء كان عم بيكون، وكثير غيرت لها محلها لحتى اشوف اذا كان عن جد ذكية ولا لا. رح تعرف، طلع انه عن جد عرفت. في نهارين هون كمان حلو لانه بتصير بتشوفي ويك اند مثلا 21 ل 23 مسكر البردايه، بتشوفي كيف الضوء كان خفيف، مش موجود ابدا، خفيف، وهون عم تعلى كمان. ولكن بتشوفي بتعطيكي نوت انف سان لايت، عطيتك انه ما في عندك ضوء كفايه وهي بحاجه لانها تاخذ ضوء اكثر من هيك، فاذا لازم نغير لها محلها. بالتو دو ليست يلي بتعطيكي اياها، بتعطيكي سان لايت موف يور بلانت، بدها انه تغيري المحل يلي موجوده فيه. وبرجع بذكر انه بتقدري ترجعي على ماي جاردن، هيدي الصورة نحن أخذناها بالستوديو لنبتتنا، موجودة إنه هي على الأبليكيشن. بتفرجيك كمان إذا بدك شو احتياجات الأنتوريوم، لأنه في مثل ديكسيونير لكل النبات يلي ممكن إنه كل واحد شو احتياجاته، لحتى أكيد تقدر تلحق وتعرف بالضبط تختار منه. مزبوط. فإذا بنشوف هون عندي النبتة يلي عندي إياها، بتعطيك كل الديسكريبشن إذا منك عارفة شو لازم إنه تعملي. هلا بعد شوي بتبين كمان. فإذا كل الأشياء موجودة، وبتقدري إنه
كمان خصوصي لإلي خصوصي لإلك بعد ما يقسم بالمرة عم بالفعل وبتشوفي قديش يعني بالابلكيشن بتنتبهي قديش بتعطي نباتاتك زيادة مي عن ما لازم كثير ايام لانه هلا صار لها اسبوع ما بدها مي بدها نقول مرة واحدة بالاسبوع ايه ما تسوى اكثر من مرة واحدة بالاسبوع خاصة اذا هي موجودة بقلب البيت. نعطيني من كمان على التكنولوجيا او الاشياء الجديدة اللي هي بعالم النبات هي شايفة شي مرة بونزاي عم بتطير؟ بونزاي عم بتطير لا درون عم بتطير ايه بونزاي عم بتطير بونزاي درون هيك صارت هلا بونزاي درون بونزاي او مسميها ليتل ستار اير فلوتينج بونزاي رح تشوفوها بهالفيديو وبنرجع شوي نفسر شو صار وكيف لحتى عم بتطير هالبونزاي شو حلو؟ كثير روعه هلا بس فسري لنا بالضبط شو عم بيصير وكيف حتى هالتكنيك انعملت هلا اللي عم بيصير هو شوي اقل من التكنولوجيا اللي شفناها هون بس مفعوله شوفي قديش جماليا احلى بكثير هي عباره عن في عندك الانرجي بيس مثل ما انا شايفينها يلي هي لازم تكون بو من السيراميك الياباني وبتعتمد هالتقنيه هيدي على المغناطيس وعلى القوتين المضادين بالمغناطيس يعني في عندك بدل ما ينجذبوا بينفروا من بعضهم الحلو فيها انه بس بدك تعرفي وهيدي من ضمن فلسفة البونزاي كمان بدك تعرفي تلاقي التوازن تعرفي شفتي كيف حتى بدك تحطيها بنقطة معينة لحتى تلاقي توازنها وبها القوة اللي عم تدفعها لفوق كمان بتبرمها لأنه هذه هي القوة المغناطيسية اللي فيها ولحتى تضل مضاينة وعندها هالإنرسية هالقوة الدفع يلي موجودة فيها في عندها AC أدابتر أو قوة كهربائية كمان بتخليها تضل محافظة على السرعة يلي هي عم تبرم فيها بس وانس بتحطيها وقت اللي بتحطيها خلص بتاخد هالقوة هيدي وبتضلها ماشية وسموها ليتل ستار كمان لحتى يعطوها شوي نفس شاعري وماركتينج لأنه هو كتير مهم يلي هو بيتماشى مع فلسفة البونزاي والفلسفة اليابانية لتشوفي الطبيعة اللي معلقة هي مش بس فلسفة البونزاي والفلسفة اليابانية هي فلسفة الدني بالعالم صحيح يعني إذا مطلع على القمر وعلى الأرض محطوطين بمدارهم ربنا حطهم ما بعرف ما تسأليني كيف وبعدهم بيدوروا بس الفرق انه ما لهم يعني هالباز اللي هي على الكهرباء هي باز الهيه منها وفيها مظبوط وبعدها ماشي من الاف السنين 100% وبدي اقول انه هالتقنيه هيدي بعدها عم تنشغل يعني بعد ما نزلت لحتى تكون تسوقت بالاسواق وبعد في كثير اشخاص او كثير شركات حتى عم تعمل استثمارات بهالتقنيه هيدي لحتى ترجع بعدين تصير كوميرشلايز انا عندي سؤالين بس يعني العينيه هون بالنبتة هي بحد ذاتها شو اللي بيختلف فيها
اذا في شيء لازم هلا كثير اكيد بده يختلف اكيد بيختلف انه كيف نحط مي ما نحط مي نشحل ما نشحل كله له علاقه بالتوازن ما هيك حتى تضل مزبوط هلا وقت اللي بدك تهتمي فيها بدها تنشال ونرجع نحط لها التوازن تبعها وهو اكيد بس حتى تصير مزبوط مطوره هالتقنيه بصير فينا نعرف اكثر كيف مفكرين انه يهتموا فيها اخر كليب رح نشوفه شبيه بالشيء اللي شفناه بالاستوديو غادة ولكن بطريقة شوي مختلفة هالمرة الأحواض هي أحواض ذكية ما في عندي ماشين مثل هيدي حاطتها وإنما الحوض كله سوا شكله كتير حلو وكمان بيعطينا معلومات النبتة اللي عنا قديش بحاجة لمي قديش بحاجة لكل الظروف التانية لحتى تعيش بشكل جيد منشوف سوا مرسي تكنولوجيا يعني مرسي تكنولوجيا مثل ما شفنا اكيد مرسي تكنولوجيا هيدا الحوض شكله حلو كثير وهلا كمان ترندي يعني على الموضه لانه هلا كثير دارج تحطي احواض هي شوي شفافه او عاتيه هالنور هيدا وتتضوى من قلبها وهون جامع الاثنين تقدري حتى بهالتكنولوجيا انت تغيري له الضوء يعني مثل ما شفتي انت وعلى الابلكيشن تبعولك بتشوفي انت شو اللون يلي على بالك بركي حسب المناسبه حسب الموسم كمان حسب حاطه اكيد ايه بتصيري بتقدري انه تغيري اللون عبر التطبيق او الابلكيشن يلي موجوده عندك الفرق انه هو كمان فيه خزان من المي بتحطي مثل ما شفنا 4 لتر من المي بقلبه بصير النبته هي بتاخذ قد ما هي بحاجه وبس يخلصوا رح يعطيك الارم انه او انذار انه انت بحاجه لترجعي تعبي عن جديد بالاضافه للضوء والمغذيات والحراره وكل العوامل الثانيه يلي شفناها قبل شوي كمان بنبتتنا الانتوريوم يلي مبسوطه مثل ما قلنا بس لازم نغير لها محلها وحتى بمحل ضوء بدها شمس مش ضوء اكثر بدها يعني بدها كميه ضوء اكثر عظيم جدا حبيت اليوم اليوم كان موضوع خاص لإلي هيك حسيت حالي مرتاحه اكثر خي انه اذا حدا بيبعت لي انذار انه بليز اسقيها انه رح اسقيها انا مش انه رح نضلني ناسي كل الوقت بسقيها يعني في تقدم بيصير بيني وبين النباتات اكيد اكيد نرجع بنشوفك لكن نهار الخميس بمواضيع جديده مع ارض ورد بريك صغير خليكم معنا